اهلا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين او من خارجها في حلقه جديده من برنامجكم حال السياسه. ارحب بكم وارحب بضيفي في الاستوديو لهذا اليوم الاخ احمد عساف المتحدث الرسمي باسم حركه فتح. اهلا وسهلا فيك اخ احمد. اهلا وسهلا، مساء الخير. في البدايه دعنا يعني نتحدث عن اخر الاخبار. الشهيد احمد عبد الله شراكه من الجلزون عمره 13 عاما ارتقى قبل نصف ساعه شهيدا، والعدد في تزايد. بدل أن نتحدث عن أرقام وأنهم قاربوا 25 وأكثر، هذا بالإضافة إلى حالات الخطر لكثير من الجرحى، خصوصا أنه 75 شاب تعرضوا لإطلاق رصاص حي اليوم في مظاهرات اليوم. أخ أحمد، حركة فتح كيف تنظر إلى استهداف الإسرائيليين بالرصاص المباشر قبل أن نتحدث عما يتحدثون ويحرضون علينا؟ يعني حركة فتح جزء من الشعب الفلسطيني، وهي متواجدة مع شعبنا الفلسطيني في خندق المواجهة، في خندق الدفاع عن النفس، في خندق الدفاع عن المقدسات التي انتهكت، في خندق الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني الذي يراد تصفيته من خلال هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. حركة فتح تقود المشروع الوطني منذ عشرات السنوات، ولم تتخلى في أي يوم من الأيام، ولم تخذل شعبنا الفلسطيني، وهي كذلك اليوم. احنا يعني بصراحه وصلنا لهذه النقطه لعده اسباب. هذا التصعيد اللي احنا يعني بصدده الان وبصدد الحديث عنه، اولا يعني تنكر الحكومه الاسرائيليه لحقوق الشعب الفلسطيني. هذه الحكومه الاسرائيليه تنكرت لكل الاتفاقات الموقعه، تنكرت لكل المواثيق والقوانين الدوليه ولقرارات الامم المتحده، ولا تريد ان تعطي شيء للشعب الفلسطيني. بالتوازي اطلقت يد المستوطنين ليعيثوا فسادا في الارض، ليصادروا الأراضي، يخربوا المزروعات، ووصلت بهم الأمور إلى حرق العائلات وهي نيام، كما حدث مع عائلة دواشي، وكما حدث مع الشهيد الطفل محمد أبو خضير الذي أحرق وهو حيا. والقوانين التي تسمى من ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي، اللي المفروض أنه يعني عنوان الديمقراطية الإسرائيلية اللي بتفاخروا فيها، من أجل الإعدامات الميدانية اللي قاعدين نشوف ترجمتها بشكل يومي تجاه الأطفال والنساء كما يحدث في كل يوم، وشعبنا الفلسطيني والعالم أجمع الآن يشاهد هذه الإعدامات. لكل هذه الأسباب إحنا وقتها في حركة فتح وقت أميرة حذرنا المجتمع الدولي من أنه إحنا أمام موجة من التصعيد في ظل استخفاف حكومة إسرائيل بمشاعر الشعب الفلسطيني، بمشاعر المسلمين في العالم، بمشاعر المسيحيين في العالم، عندما حاصرت البلدة القديمة ومنعت أحد من الوصول إليها، أو حاصرت المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الوصول إليه. قلنا إنه إسرائيل تسعى إلى جرنا إلى دوامة من العنف. صرنا أشهر نحكي هذا الكلام، صح ولا لا؟ نعم. وقلنا إسرائيل تريد أن تحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني. لا حدا تحرك ولا حدا سعى إلى وقف هذه الجرائم الإسرائيلية. طيب كيف تنظرون لما قالته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة إننا نبحث في أسباب التصعيد في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، مشيرة إلى أننا تلقينا معلومات من السلطة الفلسطينية بشأن جرائم إسرائيل طبعا، وتتحدث وطالبت بن سودة السلطات الإسرائيلية بالتعاون مع الجنائية الدولية في بحثها المبدئي بشأن التصعيد، وطبعا تحدثت فيما في موضوع اخر فيما يخص الرئيس عمر البشير. لكن هذه الدعوه من المدعيه العامه للجنائيه الدوليه كيف ترقبونها، وهل تعولون على ما طلبته من اسرائيل بان فعلا اسرائيل تتعاون في هذا البحث المبدئي؟ يعني اسرائيل لم تتعاون مع المحكمه الجنائيه منذ اللحظه الاولى اللي احنا سلمنا فيها ملفاتنا المتعلقه بالحرب الاسرائيليه الاخيره على اهلنا في قطاع غزه، او ملف الاستيطان، او ملف الاسرى، وايضا الاعدامات الميدانيه وتقدم فيها دكتور رياض المالكي، وتنكرت لما طلبته المحكمه الجنائيه الدوليه. وبالسابق هي رفضت التعاون مع كل اللجان التحقيق التي شكلت من مجلس حقوق الانسان، سواء تقرير جولدستون او ما تلا هذا التقرير. وللاسف يعني اسرائيل تتعامل وكانها الطفل المدلل للولايات المتحده الامريكيه، والعالم او جزء من العالم ما زال يتعامل مع اسرائيل كانها دوله فوق القانون. ولو اي دوله ثانيه في العالم رفضت الاستجابة للمحكمة الجنائية الدولية أو للجان التحقيق الدولية لشاهدنا كيف تم التعامل معها، لأخرجت عن الشرعية الدولية. وشاهدنا نماذج يعني سواء في محيطنا العربي أو الإفريقي أو الدولي، في نماذج كثير يعني شوف شو صار مع السودان، في مع كوريا في فترة من الفترات، مع دول إفريقية عديدة. ولكن إسرائيل للأسف في إلها حصانة وحماية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لم تدفع ثمن
هذا الانحياز الأعمى لإسرائيل ولمواقفها، لأن العالم اليوم بطل يتبنى هذه الرواية طيب الإسرائيلية. ماذا جرى في اتصال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع سيد الرئيس بالأمس؟ يعني كما تابعنا أنه نتنياهو اتصل بكيري، تعرف هو بيحاول يعني يطلب من الناس أنهم يتدخلوا، وبنسى شو جنوده قاعدين بيعملوا على الأرض أو المستوطنين. واتصل كيري بالرئيس أبو مازن من أجل هذا الموضوع، يعني الكل الآن بيحاول أنه يتدخل من أجل يعني عدم تصاعد الأمور. موقف الرئيس أبو مازن واضح، فلتوقف هذه الحكومة الإسرائيلية جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، انتهاكها لقدسية المسجد الأقصى المبارك، الاستيطان، جرائم المستوطنين، الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وقف هذه هي مطالب الرئيس أبو مازن في كل لحظة. وبالتالي المشكلة مش عن الحكي، مش معنا، إحنا شعب أعزل، إحنا شعب يتعرض لعدوان إسرائيلي همجي طال كل شيء، ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا، وسندافع عن أنفسنا. اعتبرت إسرائيل تحريض، هلا أنا بعرف أنهم قاعدين بيراقبوا هذا البرنامج، زي ما بيراقبوا كل شيء على الساحة الفلسطينية، وبيعتبروا أنه هذا تحريض. إذا نتنياهو بده يحاسب المحرضين أو بده يدور على مصدر التحريض، فلينظر إلى نفسه. دعنا المحرض نسمع الأول إذن، هو طيب نتنياهو. دعنا نسمع ما يتحدث ساسة كبار ووزراء في حكومة بنيامين نتنياهو عن القيادة الفلسطينية وتحديدا السيد الرئيس. تقرير الزميل إبراهيم أبو كبر. التصريحات العدائية من قادة الاحتلال اتجاه رئيس الدولة محمود عباس، وتزداد الدعوات للتخلص منه، خصوصا بعد خطابه الهام أمام الأمم المتحدة في دورته الـ70. زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنت المتطرف قال إن دور الرئيس أبو مازن التاريخي بالشرق الأوسط انتهى، وأضاف ردا على سلسلة العمليات الأخيرة في الضفة الغربية والقدس بأن الرئيس أبو مازن مصدر التحريض وأن غيابه أفضل. وزير جيش الاحتلال مشيع علون بدوره قال بأن السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة أبو مازن لم تعد تعتبر شريكا لإحلال السلام، وذكر يعلون فيما كان يسمى قبل حرب أكتوبر 73 بحالة لا حرب ولا سلم، قائلا بأن الوضع الحالي سيبقى ضمن هذه الحالة، مبشرا بجمود سياسي طويل. زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هيرتسوك دعا إلى فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية، وقال في تغريدة أطلقها عبر موقع تويتر: نواجه موجة إرهابية عظيمة ومتدحرجة وشديدة الخطورة، وسنعرف كيف نتغلب عليها. وفي أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة يدعوت أحرانوت اليوم، يشير إلى أن الجمهور الإسرائيلي يفقد ثقته بنتنياهو وفقد شعبيته كرجل أمن. 22% يقولون بأن ليبرمان هو الأفضل في الحفاظ على الأمن، و17% قال بأنه بنت، و15% فقط لنتنياهو. وردا على السؤال هل أنت راض عن نتنياهو، أجاب 39% بأنهم غير راضين بالمرة، و37% غير راضين. المحلل العسكري أليكس فيشمان قال بأن التحريض من داخل البيت، ويجب منع أعضاء الكنيسة من دخول الأقصى، لأن حجر أو تهور شرطي يصيب عضو كنيسة سيدهور الأمور إلى المجهول. من جانبه أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صابع رقات بأن وفدا من اللجنة الرباعية الدولية يصل إلى رام الله الأربعاء المقبل للقاء الرئيس محمود عباس وبحث ما يجري في القدس والضفة وغزة. وأشار عرقات إلى أن الوفد سيكون على مستوى المندوبين لكل من الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن الجانب الفلسطيني سينقل إليهم حقيقة مجازر الاحتلال منذ شهر بحق شعبنا الفلسطيني. إذا مشاهدينا الكرام، عودة معك أخي أحمد عساف. قبل أن نتحدث عن ما ننتظر من مندوبي الرباعية في المنطقة الأربعاء، دعني أسأل عن استطلاعات الرأي أو استطلاع الرأي اللي نشرته يدعوت أحرانوت. عندما يعطى الخيار الأكبر لليبرمان ثم نفتالي بنت ثم بنيامين نتنياهو، يعني الخلخ والخردل فيما هو قادم في الحكومة الإسرائيلية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا تصريحات ساسة بضرورة التخلص من أبو مازن وأنه ليس شريكا للسلام، وفي آخرين قالوا وتطرفوا أكثر من ذلك. هذه حقبة دائما ما تتكرر كلما تصاعدت الأمور، سواء في اشتباك الدبلوماسي أو الاشتباك الميداني بيننا وبين الإسرائيليين، كيف تستعدون لها؟ يعني استطلاعات الرأي أظهر نتنياهو كأنه حمامة سلام، يعني هو الشخص المعتدل اللي يعني متساهل معنا، وليس كأنه زعيم عصابة يرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. وزعيم عصابة هذه تنطبق عليه، يعني هذا وصف دقيق.
بدي ارجع لجريمه حرق عائله دوابشي اللي جرت منذ اكثر من شهرين في نهايه شهر 7. حرقت العائله بطريقه بشعه، وكانت جريمه يعني صعب وصفها، وهزت مشاعر الانسانيه جمعاء. واسرائيل بامكانياتها الامنيه والاستخباراتيه لغايه الان لم تلقي القبض على هؤلاء المجرمين. هذا يؤشر بان اسرائيل هي من تشجعهم، وان اسرائيل اليوم هي من يتستر عليهم. عملية الإتمار اللي جرت الأسبوع الماضي اللي قتل فيها مستوطنين خلال أقل من 24 ساعة، إسرائيل وصلت للناس اللي عملوا، أو هيك أعلنت، كما ادعت إنه وصلت لمن قام بهذه العملية. هذا يوضح بأن من يتستر على هؤلاء المجرمين هو زعيم هذه العصابة اللي هو نتنياهو. هذا أول. أنا يعني هذا الاستطلاع مفيد لنا، وبتمنى إنه يصل للعالم أجمع. خلي العالم يشوف حقيقة هذا المجتمع الإسرائيلي، هذا المجتمع الذي يعني يجنح نحو التطرف، نحو الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، والمزايد على دماء أبناء شعبنا الفلسطيني. يعني نتنياهو مش مكفيهم اللي بيعملوا فينا، لسه بتقدم عليه بنت وليبرمان. ليبرمان الذي يدعو فيه كل يوم إلى قتل الشعب الفلسطيني وإلى التنكر لكل حقوق شعبنا. هذا أولا. فيما يتعلق بالتصريحات، يعني الوهلة الأولى اللي بستمع إلى تصريحات يالون وهو وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يعني نتذكر تماما ما قيل بحق الشهيد ياسر عرفات. ألم تقل نفس المصطلحات ونفس الكلمات بأنه لم يعد شريكا ويجب التخلص منه؟ التاريخ يعيد نفسه. إسرائيل اليوم تتعامل معنا كما تعاملت الحكومات السابقة مع الشهيد ياسر عرفات، بأنه الشهيد ياسر عرفات ليس شريكا، بعد شوي بصير غير ذي صلة، بعد شوي يجب الخلاص منه. يعني هذا المسلسل اللي احنا شفناه بعد في شوي القاضي. إرهابي، طبعا بعد شوي محرض. تماما هذا ما جرى مع أحد الشهيد ياسر عرفات، وهذا طيب لسه حصانة وزيرا على المرحلة الهامش. عن تلك المرحلة، رغم أنه نفس الخصوم ونفس، وهذا سؤال للأسف أنا صرت كثير سائلته في مراحل متعددة، نفس الخصوم، نفس المقربين من سياسة إسرائيل أو الولايات المتحدة، نفسهم هم في ذات الساحة بنفس الخطاب، بنفس المزايدة إن صح التعبير. سؤالك مهم. الحصانة، وضعنا على المستوى الدولي السياسي والقانوني أفضل من المرات السابقة. إحنا الآن دولة تحت الاحتلال، كما يعني انتزعنا هذا القرار من الأمم المتحدة بالعام 2012. إحنا الآن أعضاء في منظمات ومواثيق دولية كثيرة، جزء منها مهم يعني له علاقة في موضوع الاحتلال، تحديدا اتفاقية جنيف الأربعة. واحنا الان يعني علمنا برفرف في الامم المتحده، وبالتالي مكانتنا القانونيه والسياسيه افضل من العام 2002 ومن المراحل السابقه. ولكن هذا لوحده لا يكفي بصراحه، يعني بيعتمد على ادائنا، بيعتمد على مواقفنا الداخليه. اذا ما بادرنا مربع المزايدات، واذا ما يعني نظمنا صفوفنا كفلسطينيين لنقطع الطريق على اليمين الاسرائيلي وعلى هذه الحكومه المتطرفه، انا بقول لك لا هي ولا غيرها بيستطيعوا انهم يوغلوا اكثر بالدم الفلسطيني لينفذوا مخططاتهم الهادفه الى تصفيه القضيه الفلسطينيه. وهذا موضوع مهم. اسرائيل الان ترى بان الفتره مؤاتيه لتصفيه القضيه الفلسطينيه. انا بتمنى من الجميع ان يسمع هذا الكلام. بيقولوا في انقسام بالساحة الفلسطينية، غزة بجهة والضفة بجهة، وهم بيراقبوا الإعلام بالمناسبة وعارفين يعني الاتهامات التي تكال للرئيس أبو مازن وللأجهزة الأمنية ولحركة فتح، حتى بالرغم أنه إحنا الآن اللي بنقود الشارع والدماء يعني تسيل، ولا إسرائيل يعني لا تميز بين أحدا، ولكن عدد كبير من الشهداء، بديش أقول غالبيتهم، من أبناء حركة فتح، ونحن نفتخر بكل هؤلاء المناضلين. هذا الموضوع الأول، وبالتالي بيعتمد على أدائنا الداخلي. طيب قلت إنه في انقسام، ما هو الطرف الآخر؟ الموضوع العربي، يعني لم يعني الموضوع العربي بأسوأ حالاته. للأسف جزء كبير من أشقائنا العرب منشغل بقضايا داخلية، يعني هذا ما كانش في العام 2002، هذا مش لصالحنا الموضوع. القضية كانت القضية الفلسطينية الأولى والأخيرة، الآن القضية اليمنية والقضية السورية والقضية الليبية والقضية العراقية، الآن احنا ترتيبنا الخامس أو السادس. موضوع اللاجئين، موضوع المشاكل. الموضوع الدولي أيضا بفترة من الفترات، أنت بتعرف، ركزوا على الملف النووي الإيراني، وأصبح هو الأولوية فيما يتعلق في منطقة الشرق الأوسط. بصراحة بالرغم من كل هذه الأحداث، نجح الرئيس أبو مازن بفرض القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي بكل الأحداث السابقة. وانا يعني بدي ارجع قليلا الى الاحداث اللي مرت، بالرغم من كل هذا اللي بيجري بالساحه الفلسطينيه، الانقسام والمنطقه العربيه والاهتمامات الدوليه، احنا
بنهاية شهر 9 كانت يعني الموضوع الفلسطيني من أهم المواضيع اللي تطرح في الأمم المتحدة، بالرغم أنه في دول عظمى في المنطقة حوالينا تتفكر قاعدة، شعوب تباد أو تسعى إلى التشتيت والطمس كما يجري للأسف مع شعوب عربية وهذه الملايين من اللاجئين والمهاجرين. نعم نجحنا في وضع القضية الفلسطينية وإبقاء جذوتها على الأجندة في كل المراحل السابقة، أيضا يعني حراكنا السياسي على مستوى العالم. الآن الرواية الفلسطينية أصبحت مسموعة أكثر، بمعنى هذا التأييد الدولي اللي احنا نجحنا فيه هو الحاضنة للموقف الفلسطيني، وقد يكون هو الغطاء لكل ما نقوم به. بمعنى كان في روايات إسرائيل إنه احنا إرهابيين وإنه إسرائيل تدافع عن نفسها، طيب وهذا مهم. ليش أنا قلت موقفنا الداخلي مهم وانسجامنا وتراص صفوفنا وتغليب وإعلاء مصالحنا الوطنية العليا على أي مصالح حزبية؟ يعني إذا غادرنا مربع المهاترات والمزايدات والخطابات الشعبوية اللي ممكن أنا خمسة يصفقوا لي بالشارع، بس أنا بضر الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأعتقد كلامي واضح ومفهوم. إذا ما غادرنا هذا المربع نحو العمل لمصلحة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، سنقطع الطريق على إسرائيل، وبالتالي لا إسرائيل ولا غيرها بتقدر تنفذ مخططاتها. طيب أنا الحصانة إحنا، موقفنا يعني من الناحية العسكرية إسرائيل بتقدر تعمل فينا أكثر ما عملت عام 2002، ما حدا عنده شك في الحكي. قواتها العسكرية تستطيع أن تفعل كل شيء بغزة وبالضفة وبالقدس وبجزء كثير من منطقتنا، ماشي؟ وبالرغم من ذلك الشعب الفلسطيني سيصمد بوجه هذه الجرائم الإسرائيلية، ولكن ليش؟ ليش نغامر بمنجزات شعبنا سواء يعني على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي؟ وبالتالي ادائنا هو المقياس. احنا لازم نعرف اولا شو بدنا، ولازم نعرف اسرائيل شو بدها، ونقطع الطريق على المخطط الاسرائيلي. لا اسرائيل معني بالتصعيد. بدات في الشهيد احمد شراكي، نتمنى له الرحمه. الصباح ايضا 13 اسير، سنه ايضا اسير فادي الدربي من جنين، وسلسلة الشهداء اللي سقطوا خلال الأسبوع الماضي 25 شهيد. أخت أميرة لاحظت أنه جزء كبير منهم أطفال ونساء، وهذه الإعدامات الميدانية وهذه الجرائم المتصاعدة إيش بتأشر؟ أنه إسرائيل معنية بالتصعيد. 10 شهداء في غزة خلال ساعات قصيرة، يعني أول أمس كان مجموع الشهداء 15 شهيد في 24 ساعة. شو طيب بيعني هذا إدارة الكلام؟ المقاومة الشعبية وأن تبقى سلمية، بمعنى عدم عسكرة هذه الانتفاضة رغم مزايدات من آخرين، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن حركة فتح حتى الآن تضبط إيقاع الساحة؟ حركة فتح منذ اللحظة الأولى دعت إلى تصعيد المقاومة الشعبية، احنا في كل يوم كنا واضحين نحن مع المقاومة الشعبية المتصاعدة. وبالفترة الماضية سنوات طويلة مين اللي فعل المقاومة الشعبية ومين اللي كان يقودها طوال الفترات الماضية؟ كانت موجودة بالضفة، ولكن احنا نفسنا كنا مش راضيين عن مستواها، وحتى تحدثنا في برنامجك مرات عديدة ودعونا الجميع من أجل الانخراط في هذه المقاومة الشعبية. يعني بدل ما يطلع 200 في مسيرة 40 أسبوعية لازم يطلع 5000 و10000. عندها العالم يعني بشوف الصورة بشكل مختلف، وفي المناطق الأخرى من الاحتكاك وجدار الضم والتوسع. ولكن يعني لم نتوقف للحظة واحدة عن دعوة الجميع إلى الانخراط في هذه المقاومة الشعبية. وبالمناسبة هذا الشكل من المقاومة هو الوحيد المجمع عليه الآن. وبدي أذكر الجميع أنه ب4/5 من العام 2011 عندما وقعت حركة حماس على اتفاقية المصالحة اللي احنا وقعنا عليها ب2009 بالقاهرة وبحضور الرئيس محمود عباس والقيادة المصرية في حينه وخالد مشعل، خرج السيد خالد مشعل في خطاب موجود وقال أنه المقاومة الشعبية لها قوة كتسونامي، هذا وصف السيد خالد مشعل. ووقعنا جميعا على المقاومة الشعبية، وبالتالي عشان الأمور تكون واضحة لكل شعبنا الفلسطيني، شكل المقاومة الوحيد المجمع عليه واللي كل الفصائل الفلسطينية موقع عليه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هو المقاومة الشعبية، عشان ما حدا يزاود على حدا، عشان ما حدا طيب. يزاود على حدا. عفوا، هذا فيما يخص ضبط الإيقاع كما قلنا، وهذا أيضا له تأثير على الرأي العام الدولي، صحيح. لكن ماذا عن الفعل للدول العظمى والقوى صاحبة القرار فيما يخص الصراع الفلسطيني؟ عندما يقول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات يقول أن هناك وفدا من اللجنة الرباعية الدولية يصل إلى رام الله الأربعاء للقاء السيد الرئيس محمود عباس وبحث ما يجري في القدس والضفة وغزة، وقال أنه سيكون على مستوى المندوبين لكل من الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي إلى جانب نقل المجازر وما يجري على الأرض لهؤلاء، ماذا ننتظر منهم؟ لا مهم جدا سؤالك انه مدى تأثير اللي بيجري على الأرض وانعكاسه على الموقف الدولي. انعكاس مهم جدا، وأنا يعني الآن في هذه الأثناء معلوماتي انه في مكالمة سيتلقاها الرئيس أبو مازن من مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للتنسيق لحضور وفد أربعية دولية بعد يومين من الآن. اتصال كيري بالأمس، الرسالة التي تلقاها الرئيس أبو مازن من الرئيس المصري، اتصال وزير الخارجية البريطاني، عشرات الاتصالات التي تلقاها الرئيس أبو مازن، كمن ألقى حجرا في المياه الراكدة. بصراحة لأنه زي ما حكيت لك ما كناش على الأولويات فيما يجري في المنطقة، يعني في أحداث كبيرة قاعدة بتصير، وبالتالي القضية الفلسطينية زي ما صار لها 70 سنة خليها تستنى. ايوه، بس للاسف الا يكون صوت الدم الفلسطيني هو الذي يحرك هذه المياه، بل هو الهلع الاسرائيلي. هذا مؤسف فيما يشوه شوف العالم. احنا يعني لسنا هواة موت ولسنا هواة حروب، احنا شعب محب للحياة وتربينا على كلمات الشاعر الكبير محمود درويش، نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيل، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. هذه يعني هذه أبيات شعر فلسطينية احنا تربينا عليها. ولكن إذا كان يعني ثمن الحرية التضحية فنحن جاهزون لتقديم كل التضحيات على أن تكون هذه التضحيات في مكانها الصحيح. بمعنى عندنا استعداد نقدم أكثر مما قدمنا، وبالمناسبة اللي قدمناه كثير، يعني أعلى نسبة في العالم قدمت شهداء هي الشعب الفلسطيني وجرحى وأسرى ومشردين، وعلى استعداد لأن نقدم أكثر من ذلك إذا ما طلب منا، ولكن أن تكون هذه التضحيات في مكانها الصحيح، مش أقدم تضحيات علشان بشار الأسد، عشان أولوية الإخوان المسلمين يصيروا يحكموا في سوريا كما حدث، أو عشان أدخل بالشأن الداخلي المصري، أو علشان أحقق أهداف حزبية لها علاقة بالحفاظ على حكمي لمنطقة ما أنا عملت فيها انقلاب. إذا ما طلب منا أو إذا ما كانت تضحياتنا في مكانها الصحيح من أجل هذه الحرية والاستقلال، لا إحنا جاهزين. وحركة الفتح دائما كانت في الميدان، سواء فيما يتعلق في موضوع الأسرى ولا الشهداء ولا الجرحى. هذا موضوع غير قابل للنقاش عنه، واحنا نعرف ان ثمن الحريه غالي، واحنا جاهزين لدفع هذا الثمن. وبالتالي انا بقول لك الحراك اللي صار بالاسبوع الاخير لا عمل حراك دولي مهم. الان المطلوب فلسطينيا كيف احنا نستثمر ما يجري، رغم انه يعني ممكن صعب هذه الكلمه ان اقول نستثمر ما يجري، ولكن هذا هو حال السياسه، انه احنا نستثمر الاحداث الجاريه من اجل تحقيق اهداف سياسيه للشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينية. هذا هو المهم الآن، وأن نحافظ على هذا الشكل من المقاومة والنضال اللي هو شكل المقاومة الشعبية اللي زي ما حكيت بتحرج الحكومة الإسرائيلية وبتضعها في زاوية القتلة والمجرمين. إسرائيل روجت لسنوات طويلة بأنها الجيش الأكثر أخلاقي في العالم. أنا من خلال برنامجك بدي أدعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني أن يوثقوا كل الجرائم الإسرائيلية. اليوم بطل بحاجة لا لكاميرا فيديو ولا لكاميرات كبيرة، تلفونك. برجاء من كل أبناء شعبنا اللي بتواجدوا في كل نقاط الاحتكاك أن تبقوا الكاميرات مسلطة على هؤلاء الجنود القتلة والمستوطنين، لأن هذه الصورة اللي أنت ممكن تصورها ستصل إلى أبعد مكان في العالم، ولم تعد الرواية الإسرائيلية مصدقة لأنه إحنا كشفنا زيف هذه الرواية. بمعنى إسرائيل لسنوات طويلة كانت وسائل الإعلام ليست يعني بهذا التطور. اليوم بالعكس في سفر في إسرائيل ينتقدوا بي بي سي وسي ان ان بأنهم منحازين للرواية الفلسطينية. أنا بنشاهد كبرى شبكات الإعلام في العالم تأخذ مقاطع من تصوير هذه الهواتف النقالة اللي بتأكد على أنه هذا الجيش هو جيش إرهابي وهو جيش قاتل، قاتل للأطفال والنساء كما جرى مع الأطفال اللي نحكي عنهم اليوم، أو مع الفتاة اللي في العفولة التي أعدمت لأنهم شكوا فيها. ثبت بأنها كانت تحمل نظارة، ويعني نظارة شمسية وليس سكينة. بالتالي الأكاذيب، إسرائيل كانت دائما عندها يعني تعرف قائمة طويلة من الأكاذيب الجاهزة في كل جريمة تقول في كذبة معينة، وللأسف كانت تمر على العالم، لأن إسرائيل طبعت في ذهن العالم انه هي مضطهده مظلومه محاصره من المحيط العربي ارهابيه. نعم، ما يهمني ليس ما يصدق العالم عن الروايه الاسرائيليه، لكن ان ننجرف نحن الفلسطينيون وراء هذه الروايه. هذا مصيبه للاسف، جزء كبير منا بنقل عن المصادر الاسرائيليه وكانها مقدسه، وبعدين بنقل الخص الجزء اللي بخص يعني خصمه بالساحه الفلسطينيه، وبتناسى شو نحكى عنه بالروايه الاسرائيليه. يعني هي بتاخذها كلها اللي نحكى عليها وعلى غيرها، يا اما ما بتاخذها ولا بتستشهد فيها،
وبطلب من الجميع ألا يكون بوقا للإعلام الإسرائيلي. طيب أخ أحمد، نتوقف لفاصل قصير لنعود ونتابع حلقة النقاش. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب ايضا بضيفي الاخ احمد عساف المتحدث باسم حركه فتح. اخ احمد، قبل الفاصل كنت تتحدث عن ضروره تصوير وتثبيت ما يجري على الارض من خلال الهواتف النقاله والى اخره، لكن ايضا في مظاهر اخرى بحاجه كون حركه فتح من يتصدر المشهد في الشارع. النسل، هل هناك من يعني يرقب ما يجري في الميدان جيدا في وقت
انتشر المستعربين مثلا، أو في مظاهر معينة أن يتم مثلا إشعال الإطارات في شوارع لا يمر منها لا الإسرائيليين وليست قريبة من حواجز إسرائيلية. بمعنى نجد أيضا بأن هناك ظاهرة أقرب إلى الفوضى منها إلى المقاومة السلمية الشعبية. من جانب آخر، الحادث الذي تعرضت له ست بيرة بابون رئيسة بلدية بيت لحم، وهو إلقاء زجاجات حارقة على منزلها فجر الأمس، هذا أيضا يعني يجعلنا نرفع ألف علامة سؤال بأنه لا نريد أن يفلت الأمر من السيطرة. مش راح نسمح. احنا مدركين تماما لما تريد اسرائيل، وهذا يعني احنا جربناه في كل الانتفاضات السابقه. سعت اسرائيل الى خلق او الى يعني بذور للفتنه في الساحه الفلسطينيه، وكان في عشرات الحالات اللي احنا تعلمنا منها منيح، وبالتالي لن نسمح بتكرارها. احنا شعب زي بقية شعوب العالم، قد تجدي بعض مظاهر الفوضى، قد تجدي بعض المظاهر اللي لا تتسق مع شكل المقاومة اللي احنا بدنا اياه، ولكن للحقيقة انه اكثر من 90% من الامور يعني تسير بالاتجاه الصحيح، بمعنى العنوان هو الاحتلال الاسرائيلي، المكان هو نقاط الاحتكاك مع الاحتلال الاسرائيلي. هلا احيانا بتشوفي انه في شباب، انت يعني اذا شهداء بنحكي عنهم 13 سنة، بالامس يعني كان في وفد من قادة حركة فتح من الإخوة أعضاء اللجنة المركزية للحركة وكوادر الحركة وإقليم رام الله، ذهبنا لعيادة الجرحى في مجمع فلسطين الطبي. والله يعني مناظر صعب الواحد يوصفها، أطفال صغار وبيحكوا بنفس وبهمة عالية جدا، وإصاباتهم للأسف خطرة وقد تكون قاتلة حتى. وبالتالي يعني جزء كبير من اللي بتواجدوا في ساحات المواجهات أطفال، وإسرائيل لا تراعي حتى يعني هذا الموضوع، وعشان هيك عدد كبير من الشهداء والجرحى من هؤلاء الأطفال. وبالتالي هؤلاء الأطفال أحيانا بيتصرفوا بناء على خبرتهم القصيرة أو بناء على اعتقادهم لهيك في سؤالي كان أخ أحمد، هل هناك من في الميدان يعتبر قيادة الجبهة أو قيادة الحركة يضبط صحيح. إيقاع ما يجري؟ يعني أولا إحنا بنحرص في كل المحافظات أن يعني تتم الفعاليات بالتنسيق مع القوى الوطنية، وبالتالي كل الدعوات لكل الفعاليات تتم بالتنسيق مع الإطار المسمى القوى الوطنية في كل محافظات الوطن. حقيقة يعني وبشكل فعلي إنه حركة فتح من يقود هذا الإطار، وحركة فتح هي الجسم الأكبر في هذا الإطار، وبالتالي هذه الفعاليات بتتم بشكل مناطقي، بمعنى في كل محافظة على حدة، وبالتالي إقليم حركة فتح في هذه المحافظة هو من يقود هذه الفعالية. وبالتالي الإخوة أمناء سر وأعضاء الأقاليم في كل محافظات الوطن للحقيقة هم في الخط الأول من المواجهة، وهذا كان واضح لكل جماهير شعبنا ولكل وسائل الإعلام، سواء هنا في محافظة رام الله، في نابلس، في الخليل، في بيت لحم، في قلقيلة، في في كركنة، غزة. في غزة. حتى في غزة يعني واجهنا حالة ملتبسة. في البداية حركة حماس قالت إنه اللي بصير بالضفة والقدس ما لنا علاقة فيه، وتحرير الضفة والدفاع عن الأقصى هذا مسؤولية أهل الضفة، وهذا كان كلام واضح من زهار. الزهار. وبعدها طلع ناطق باسم هنية النونو وحكى كلام أوضح من هيك لسه، إنه ما بدنا نعمل شيء بغزة نهائي علشان ما نحرف الأنظار عن اللي بصير بالضفة. طبعا هذا استخدموها مرتين، استخدموها إنه ما بدهم أي حراك ميداني علشان يخلوا التركيز والكاميرا مسلطة على الضفة، واستخدموها عندما أعلن عن نية وفد من منظمة التحرير التوجه إلى قطاع غزة، قالوا ما بدنا يجي عشان يظل التركيز على الضفة. شوف هالحجج اللي للأسف يعني لا تنطلي على أي طفل فلسطيني. بالآخر إحنا شعب واحد أميرة، ومهما حاولت حركة حماس أن تمنع الحراك الشعبي السلمي، إحنا ما بدنا صواريخ من غزة، ولا بدنا انه تنجرف الامور في قطاع غزه يعني وتخرج عن السيطره لتبرير عدوان اسرائيلي غاشم، لانه احنا كنا ضد هذا الكلام في المرات السابقه ونحن ضد اليوم. ولكن بنفس الوقت من حق اهل غزه انهم يعبروا عن شعورهم وعن مشاعرهم تجاه ما يتعرض له المسجد الاقصى، هذا بخصهم برضه، ما هي فلسطين، هذه القدس عاصمه الدوله الفلسطينيه، اذا يعني بحاولوا يعملوا كي للوعي انه دوله غزه بعيده عن الضفه والقدس. وبرضه اللي موجودين بالضفه هم ولاد شعبهم، يعني ولاد شعب واحد، وبالتالي من الطبيعي أن تهب غزة
كما فعلت الضفة الفلسطينية من أجل الدفاع عن المقدسات والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني اللي قلنا أنه مستهدف جزء كبير منه بسبب الانقسام. وبالتالي في قطاع غزة الأمور يعني بالبداية كان مسيطر عليها، إلى أن خرج جماهير شعبنا بالأمس، وشاهدنا أو قبل أمس وشاهدنا هذا الخروج المكثف. وأهل غزة منبع الثورات كلها وعنفوان النضال دائما كان في قطاع غزة، وشفنا هذا الحراك الجماهيري المشرف اللي نعتقد انه بيكمل الصوره، انه الضفه تلتحم مع غزه من اجل التصدي لهذا الاحتلال وهذا الارهاب الاسرائيلي. تبدو الصوره اخ احمد وكانه اسرائيل تريد ان تقحم حماس وحماس تتملص. في ماذا نستشعر؟ في البدايه الحديث عن خليه نفذت عمليات ايتمار او ما تدعي اسرائيل، من ناحيه اخرى في صحيفه معاليف الأمن الإسرائيلي يقول أن القيادي في حركة حماس والمبعث في تركيا صالح العروري هو من يحرض وهو من يحرك الخلايا داخل في قطاع في الضفة وقطاع غزة وداخل إسرائيل لتصعيد الأوضاع فيها خلال أوامر يصدرها لنشطاء حماس من أجل تنفيذ المزيد من العمليات لتصعيد الأوضاع الأمنية، رغم أنه حركة حماس تنأى بنفسها لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الميداني، بمعنى ما يصرح في ساستها، إلا أن إسرائيل تريد أن تقحمها، لماذا؟ إسرائيل يعني بتشتغل بمستويين في التعامل مع حركة حماس، تريد أن توصل رسالة للعالم بأنه حركة حماس شريكة فيما يجري، لأنه العالم يتعامل مع حركة حماس بين قوسين على أنها حركة إرهابية، وبالتالي من السهل تصديق أو تمرير الرواية الإسرائيلية على المجتمع الدولي أنه حماس وراء اللي بصير، هذا من أجل أن إسرائيل يعني تجد لها مبررا فيما ستقوم به في الأراضي الفلسطينية. ولكن من تحت الطاولة إحنا بنعرف أن إسرائيل تلقت رسائل تطمينات من حركة حماس بأنه هي غير معنية بالتصعيد ولن تشارك في هذا التصعيد الجاري لا في غزة ولا بالضفة، وهذه الرسائل أعلنت من مصادر إسرائيلية اللي بيستشهد في المصادر الإسرائيلية. والدليل يعني إحنا بعيدا عن الرواية الإسرائيلية إنه يعني حركة حماس تصريحات قالتها اللي قالت إنه إحنا مش معنيين اللي بصير في القدس، هذا من تخصص اهل القدس واهل الضفه، وبدناش نحرف الانظار عن اللي بصير بالضفه ونعمل شيء في قطاع غزه. بالامس رغم انه الشارع وحد يعني الشارع وحد بس توحد. بس بالامس انت اعلاميه ومتابعه كلها يعني تابعنا الاخبار التي تحدثت عن تصدي ميليشيات حركه حماس المسلحه للمتظاهرين اللي حاولوا الاقتراب من نقاط الاحتكاك الإسرائيلية ومنعتهم من الوصول إلى هذه النقاط، بل واعتدت عليهم واعتقلت عددا منهم نحال عوز. نعم صحيح. وبالتالي يعني هذا حقيقة ما تقوم به حركة حماس. طب ما هي إيش هاي؟ هاي رسائل اعتماد، وهذه رسائل طمأنة لإسرائيل، وهذه شهادات اعتماد إنه هينا إحنا المنطقة اللي بنحكمها عليكم الله وأمان الله. بس بالضفة هذا أبو مازن اللي بيحكم حركة فتح، عشان هيك الأمور فالتة وفي مقاومة ضدكم. بس إحنا لما نصل للحكم في قطاع غزة في الضفة الغربية راح يكون السيطرة على الحدود كما هو الحال في قطاع غزة. للأسف هذه الرسائل لم تكن في وقتها، وهذه الرسائل يعني في كل يوم حركة حماس تحرص على أنها توصلها، اللي منعت الناس يحتفلوا برفع العلم الفلسطيني في قطاع غزة وكأن هذا الموضوع ما بخصهم. إذا القدس بتخص قاش والأقصى بخص قاش، وعلم فلسطين هذا علم أبو مازن وما بخصني، طب شو علاقتك أنت في المشروع الوطني؟ شو علاقتك بفلسطين؟ نعود إلى نقطة الأصل. أغلب كل المحللين اللي يتعاطوا مع الملف الفلسطيني أو يقدموا وجهة نظر وسيناريوهات للحل يقول لك المصالحة أولا، إنهاء الانقسام أولا، تمتين الجبهة الداخلية أولا، بعد الحديث عن الوفد من فصائل منظمة التحرير أن يتوجه إلى قطاع غزة والرد من حركة حماس، ماذا ستفعلون؟ أنا بعرف أنه في بالساعات القليلة القادمة اجتماع يعني عند الأخ عزام الأحمد بصفته مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح مع كل الفصائل الفلسطينية الأخرى من أجل الاتفاق على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية اللي قررت توجه وفد من المنظمة. يعني سيتوجه الوفد؟ لا، أنا قلت في اجتماع من أجل الاتفاق على الخطوات. الوفد يعني يتوجه أو لا، التصريحات اللي استمعنا إلها من حركة حماس للأسف تصريحات يعني شو بدي أوصفها، شيء معيب لما تجتمع القيادة الفلسطينية وبتقرر إنها توجه وفد من أجل إتمام المصالحة، بيطلع الناطق الرسمي باسم حركة حماس بيقول غير مرحب فيها أو إسماعيل أشقر. ولكن لا كان الناطق الرسمي إسماعيل اللي هو سامي أبو زهري، بعدين إسماعيل أشقر، بعدين مستشار إسماعيل هنية، يوسف رزقة، كلهم تحدثوا بهذه إنه شو جايين يسووا، لا أهلا ولا سهلا.
طب ليش يعني اولا انتم مش انتم اصحاب غزه؟ هذه غزه جزء من الارض الفلسطينيه وشعبها شعبنا، وبالتالي مش انتم اللي بتقرروا انه يجي الوفد ولا لا. ثانيا ليش ما بتقوم مصالحه الان؟ قال اذا تمت المصالحه هذا يحلف الانظار او هذه مؤامره على وأد الضفه، الانتفاضه بالضفه. يعني ايش هالتفكير؟ معقول هالحكي؟ طب ما هو احنا لن نحقق شيء، يعني احنا تعرف التحرك الاخير او التصعيد الاخير بوجه الاحتلال الاسرائيلي من اجل تحقيق اهداف وطنيه، هل يمكن لنا ايوه ان بس نرحل لحظة، هذا عشان الحلال؟ ما ننجرفش كمان بقصة تصعيد مش تصعيد، احنا ما صعدناش، احنا ردة فعل، احنا بالاخر بندافع عن انفسنا، بندافع من عن صعد انفسنا هو المستوطنين ولا هو وسنبقى اسرائيل. ندافع عن انفسنا طيب وسنصعد في الدفاع عن انفسنا مهما كان الثمن، واحنا واضحين انه احنا على استعداد ان نصعد الى اقصى درجه ضمن استراتيجيتنا في المقاومه الشعبيه الشامله، هذا موقفنا واضح. بمعنى يعني اليوم في 2000 في نقاط الاحتكاك ممكن يكون 10,000 و20,000 و50,000 كما شاهدنا يوم الجمعه في تشييع جنازات الشهداء، وبالتالي هذه رساله لاسرائيل انه اذا ما اصرت في المضي قدما بهذا التصعيد الشعب الفلسطيني سيواجه هذا التصعيد بتصعيد. ولكن أن تقوم حركة حماس يعني بهذا الموقف هذا شيء محزن وشيء مخجل، والشعب الفلسطيني بالمناسبة يتابع. طيب إحنا كيف ممكن أن ننهي الاحتلال الإسرائيلي ونقيم دولتنا وإحنا منقسمين؟ الممر الإجباري لإنهاء الاحتلال عبر المصالحة وعبر الوحدة الوطنية، للأسف يعني كان موقفها محزن. طيب أيضا نتحدث عن جانب آخر، وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم قال وأكد أن مكتبه باشر إجراءات لسحب المواطنة وحق الإقامة من سكان في شرقي القدس ويثبت ضلوعهم في أعمال الإرهاب بين مزدوجين طبعا، ما يعني أنهم لن يتمتعوا بامتيازات اقتصادية واجتماعية، ويقول أن هذا سيشكل عاملا رادعا أسوأ بعمليات هدم البيوت. ويضيف أيضا في صوت إسرائيل إنه مجلس الوزراء صادق على تعيين نائب رئيس جهاز الأمن رونيا الشيخ في منصب المفتش العام للشرطة، وأيضا هناك حديث عن تجديد عقوبات وسنوات أسر طويلة لملقي الحجارة في القدس الشرقية. هذا الكلام إلى أي درجة يمكن أن نقول أن ممكن لأهلنا في القدس أن يأخذوا احتياطاتهم من، لأن إسرائيل هدفها الأول والأخير تفريغ القدس؟ حسب ما ذكر وزير داخلية الاحتلال بأنه هذا عامل رادع من أجل قتل الإرادة عند أبناء شعبنا الفلسطيني للتوقف عن المقاومة ومواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي، هذا السبب اللي استخدمه طوال السنوات الماضية سواء فيما يتعلق بالاغتيالات أو الاعتقالات أو هدم المنازل أو سحب الهويات. كل إجراءات إسرائيل كانت بهدف العقاب والعقاب الجماعي من أجل منع المقاومة والتصدي لهذا الاحتلال، مش هيك كان الهدف؟ طب إما أنهم بتعلموش يعني ما طلعوا للفترة السابقة وشافوا أنه كلما إسرائيل تمادت في هذه الخطوات كلما كان رد الفعل الفلسطيني أقوى، أو أنه بيضحك على مواطني يعني بده يجيب له شوية أصوات إن أنا هين بدي أعمل شيء، أنه في جعبتنا شيء نعمله، إحنا مش يعني قاعدين. ووصلنا لمرحلة اليأس، وهم وصلوا لمرحلة اليأس اللي بخلي أعتقد هو نفس وزير الداخلية اللي بيدعو كل مواطنين إسرائيل للتسلح من أجل الدفاع عن أنفسهم، هذا يعني ما في دولة، هذا يعني أنه دولة عجزت عن الدفاع عن مواطنيها بين قوسين، وبالتالي كل واحد دافع عن نفسه، وبالتالي هذا ما يحولها إلى دولة عصابات، لأنه عندما يعني السلاح يكون بإيد هؤلاء قطاع الطرق عندها تماما تتحول إلى عصابات بغطاء رسمي من الدولة. وبالتالي كل هذه الخطوات اللي بتقوم فيها إسرائيل لن تردع شعبنا ولن تقتل الإرادة عند أبناء شعبنا لمقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في القدس وفي بقية الأراضي الفلسطينية. أهلنا في القدس أهلنا في 48 أيضا هناك ما بدهم تصعيد، حدا يعلمهم شو يحكوا. للحقيقة أنا بقف يعني عاجزا عن توجيه أي نصيحة لأهلنا في القدس. هذول الناس اللي رابطوا في المسجد الأقصى والمرابطات أيضا اللي بنوجه لهم كل تحية إعزاز وإقدار لكل ما يقومون به، اللي يعني حقيقة إحنا مش قادرين نصل للمسجد الأقصى لأنه في حصار عليه، بينوبوا عن فلسطين والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وطول ما هدول المرابطين موجودين ستفشل مخططات إسرائيل في السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي هم أدرى بكيفية التعامل مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. طيب سؤالي حول كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس وتحديدا المسجد الأقصى، لطالما استغلت بعض الحركات الإسلامية المسجد الأقصى لتمرير سياسات ما مثل ما جرى مع وزير الأوقاف الأردني وحزب التحرير،
مثل ما جرى مع الحركة الإسلامية وصورة مرسي، أو الحركة الإسلامية في الداخل وصورة مرسي، أو حركة حماس. اليوم وحركة فتح والمسجد الأقصى، كيف نصفها وكيف أو حتى سؤال، هل هم موجودين أيضا في الساحة؟ والله يعني ذكرتينا فيهم بصراحة، ومعلش يعني لازم أحكي بكل هذا الوضوح والصراحة، وين هدول الآلاف اللي شفناهم لما كانوا هاجمين على هليل، وزير الأوقاف الأردني اللي جاي برسالة دعم للشعب الفلسطيني وللمقدسات الفلسطينية وللمسجد الأقصى؟ شاهدت الصور، أنا تفاجأت، آلاف حاجدين من كل المناطق، باصات علشان يهجموا على وزير الأوقاف الأردني. طب وين هذا الدعم والحشد لما يتعرض له المسجد الأقصى الآن للدفاع عنه وعن المقدسات الإسلامية؟ وينهم؟ اللي نجح إنه يدخل لي صورة مرسي ويحطها 20 ب 20 علشان يستغل المسجد الأقصى وهذا المكان المقدس من أجل تحقيق أهداف حزبية، وينهم اليوم تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى؟ ليش مش سامعين صوتهم؟ نسمع صوتهم العالي عندما يكون ضد الداخل الفلسطيني للأسف، وهذا الصوت الناعم، اللغة الناعمة والرسائل التطمينات لإسرائيل، ما هي بتشمل القدس أيضا، لأنه حقيقة مش موجودين. طيب على الأقل وبالتالي إحنا بغض النظر حتى وإن بقينا لوحدنا، إحنا المسجد الأقصى رح ندافع عنه، وعنا استعداد ندفع كل الأثمان من أجل الدفاع عنه والحفاظ عليه وإحباط المخطط الإسرائيلي الهادف إلى السيطرة على المسجد الأقصى وعلى مدينة القدس. هذا هو عهدنا لشعبنا، كما يعني عهدنا الشهداء، شهداءنا، شهداء الشعب الفلسطيني، نجدد العهد للشهداء ولشعبنا الفلسطيني بأننا لن نحيد عن الطريق، طريق الحرية والاستقلال. إذن ستبقى عنوان المرحلة العلم ثم الوطن ثم الوطن ثم الوطن. شكرا جزيلا لك الأخ أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، شرفتني. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، حتى ألقاكم في حلقة الغد، دمتم بخير، وتحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.